السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ استكمال لكورس الباور الكترونيكس، هنكمل النهاردة بنوع جديد من انواع الكونفرتر. بداية كده عايزين نشوف الشكل دوت بيعبرني عن ايه. الشكل دوت جمع لك تقريبا كل انواع الكونفرترز اللي انا بستخدمها. احنا اتفقنا ان احنا بنستخدم الباور الكترونيكس وكونفرتر ليه؟ عشان نعمل ماتشنج ما بين السورس اللي عندك وما بين اللود. يعني ايه ماتشنج ما بين السورس وما بين اللود؟ ماتشنج يعني ممكن السورس مش بيلبي متطلبات اللود. يعني اللود مثلا ممكن يبقى عندك دي سي والسورس اللي عندك يبقى اي سي، فلازم اللود دوت اغذيه بدي سي. طب ازاي هغذيه بدي سي وانا معايا سورس اي سي؟ فلازم هحتاج الباور الكترونكس كونفرتر. ممكن اللود اللي عندي يبقى محتاج فولت قليل والسورس اللي عندي الفولت بتاعه كبير، طب ازاي هقلل الفولت بتاع السبلاي دوت؟ عن طريق برضو البار الكترونيكس كونفرتر. فلو انت عندك ده انبوت وده اوتبوت، تمام كده، ده انبوت اي سي يعني سورس اي سي، وده اوتبوت لود يعني محتاج اي سي سبلاي برضو، وده كده برضو ده سورس دي سي وده لود محتاج فولت دي سي، تمام. فلو عايز احول من الاي سي للدي سي كنت بستخدم ايه؟ كنت بستخدم حاجه اسمها اي سي تو دي سي كونفرتر، اللي هي ريكتفاير اللي احنا خدنا منها السنجل فيز ريكتفاير، والنهارده هناخد الثري فيز ريكتفاير. وطبعا السنجل فيز بتتقسم برضو، والثري فيز هتتقسم برضو زي ما هناخد دلوقتي. طيب طيب لو عندي انا سورس اي سي بس بقيمة معينة وعايزة احولها برضو الاي سي بس اتحكم في قيمة الفولت دوت، يبقى لازم استخدم حاجة اسمها اي سي تو اي سي كونفرتر، اللي هي الاي سي تشوبر، اللي هي بقدر ان انا اعمل كنترول على الاي سي اوتبوت اللي هيطلع معايا. يعني الانبوت بتاع الاي سي تشوبر دوت هو فيكسد اي سي سورس، والاوتبوت بتاعه هو بيبقى فاريابل اي سي، تمام كده. بعد كده لو عندي سورس دي سي، طب لو انا عندي سورس دي سي وعايز احوله ل اي سي هعمل ايه؟ هستخدم حاجه اسمها دي سي تو اي سي كونفرتر، اللي هي الريكتفاير اللي احنا هناخدها ممكن المره اللي بعد اللي جايه، تمام. يبقى لازم استخدم حاجه اسمها الانفرتر عشان احول من دي سي ل اي سي. طيب لو عايز احول من دي سي لدي سي ازاي هحول من دي سي لدي سي؟ الدي سي بتاعي دوت هنا فيكس دي سي، يعني ما بيتغيرش، قيمته ثابته، وانا عايزه احوله لقيمه اقل او اكبر من الدي سي ده، يعني اتحكم في الفولت بتاع الدي سي دوت، استخدم حاجه اسمها دي سي تو دي سي كونفرتر، اللي هي اسمها الدي سي تشوبر، تمام كده، اللي احنا خدناها المحاضرات اللي فاتت مع دكتور وائل، تمام. دي كده كل انواع تقريبا الكونفرتر اللي بتبقى موجوده عندي. عندي الاي سي تشوبر والريكتفاير والانفرتر الدي سي تشوبر. الريكتفاير احنا اخدنا مع دكتور ناجي، اخدنا السنجل فيز ريكتفاير، الهاف ويف والفول ويف سواء كنترولد او ان كنترولد، تمام. في نوع تاني من انواع الاي سي تو دي سي كونفرتر اللي هي الريكتفاير، اللي هو الثري فيز، تمام. فاحنا النهارده بقى هنبدا ناخد الثري فيز. الثري فيز ريكتفاير دوت الدخل بتاعه بيبقى ايه والخارج بتاعه بيبقى ايه؟ الدخل بتاعه بيبقى اي سي، لان انا اتفقت ان الريكتفاير بيحول لي من اي سي لدي سي. طيب الاي سي اللي داخل دوت ليه سميته ثري فيز ريكتفاير؟ لان الدخل بتاعه بدل ما هو كان سنجل فيز فولت او سنجل فيز، هو دلوقتي هدخل له ثري فيز، عشان كده دوت بقى اسمه ثري فيز ريكتفاير، لان الدخل بتاعه واخده من سبلاي او واخده من سورس ثري فيز، تمام. بعد كده هيحول لي الريكتفاير دوت، بيحول لك من اي سي لدي سي. الدي سي دوت هبدا ان انا اعرف اعمل عليه كنترول لو انا مستخدمه كنترولد ريكتفاير، ثري فيز كنترولد ريكتفاير، تمام كده. الثري فيز كنترولد ريكتفاير دوت بيتقسم لحاجتين برضو زي السنجل فيز بالظبط، بيتقسم لهاف ويف والفول ويف. الهاف ويف اللي هو بتحكم، اتفقنا ان انا بتحكم في نص الموجه البوزيتيف فقط، تمام، لكن الفول ويف بتحكم في نص الموجه البوزيتيف واتحكم في نص الموجه النيجاتيف واخليها بالبوزيتيف، تمام كده. ف
الاوتبوت فولتج اللي انا هاخده من الفول ويف ريكتفاير هو اكبر من الاوتبوت فولتج اللي هاخده من الهاف ويف ريكتفاير. طيب هناخد النهارده بقى الهاف ويف ريكتفاير مع ار لود. طب خلينا نشوف ايه هي مكونات الدايره اصلا. مكونات الدايره ببقى عندي 3 فيز سبلاي، فازا اي وفازا بي وفازا سي. تمام، فازا ايه ديت المعادله بتاعتها ايه؟ في اي ان اللي هو لاين تو نيوترال، تمام، اللي هي بتساوي في فيز ماكسيمم ساين اوميجا تي زي السنجل فيز بالظبط. تمام، طيب الفازا اللي بعدها اللي هي الفي بي ان، الفي بي ان والله هي شيفتد عن الفازا ايه بزاويه 120 درجه، لاج الفازا ايه بزاويه 120 درجه. فالفي اي بي ان هي نفس المعادله بتاعه الفي اي ان بس الزاويه بتاعتها شيفتد ب 120 درجه. طيب الفي سي ان، الفي سي ان هي برضو شيفتد عن الفازا بي ب 120 درجه، وفازا بي شيفتد عن الفازا ايه ب 120 درجه، يبقى الفازا سي ديت شيفتد عن الفازا ايه ب 240 درجه. يعني المفروض هنا يبقى سالب 240، لو جمعت عليها 360 يبقى كاني ما عملتش حاجه. سالب 240 زائد 360 يديت لك بوزيتيف 120. يبقى انا كده جبت التلات معادلات بتوع الثري فيز سبلاي بتوعي، الفي اي ان والفي بي ان والفي سي ان. الفي اي ان على زاويه 0، الفي بي ان شيفتد عن الفازا اي ب 120 درجه، الفازا سي شيفتد عن الفازا بي ب 120 درجه، وشيفتد عن الفازا اي بسالب ب 240 درجه. تمام كده. طيب دول الثري فيز سبلاي. بعد كده هركب على كل فازه منهم كنترول ريكتفاير، اللي هي ايه الكنترول ريكتفاير او الديفايس اللي انا بستخدمه علشان اعمل كنترول ريكتفاير؟ هو السايرستور. يبقى انا عندي 3 سايرستور، سايرستور 1 متوصل على الفازة A، سايرستور 2 متوصل على الفازة B، وسايرستور 3 متوصل على الفازة C. تمام، وبعد كده كل دول بيصبوا رايحين فين؟ رايحين يغذوا لود اللي هو انا هشوفه دلوقتي عبارة عن ريزيستيف لود. يبقى التيارات خارجة من كل سايرستور، تمام، على حسب بقى انهي سايرستور هيبقى شغال، هيخرج يدي اللود ويعمل عليه بولاريتي بوزيتيف نيجاتيف في اوتبوت هنا على اللود. طيب قبل كده في السنجل فيز ريكتفاير هاف ويف كنا بنقول ان البريود بتاعتي، يعني اللي يعني ايه البريود بتاعتي؟ يعني الموجه بتتكرر كل قد ايه؟ كنت بقول لك الموجه بتتكرر كل 2 باي لو تفتكروا. بعد كده قلنا في الفول ويف الموجه بتتكرر كل قد ايه؟ قلنا بتتكرر كل باي. ليه؟ لان في 2 سايرستور شغالين، واحد سايرستور هيشتغل في البوزيتيف هاف سايكل، والسايرستور الثاني هيشتغل في النيجاتيف هاف سايكل، او 2 سايرستور يعني 2 هيشتغلوا في البوزيتيف هاف سايكل و2 هيشتغلوا في النيجاتيف هاف سايكل، فهيخلوا لي الفولت بتاعي يتكرر كل باي. طيب انا عندي هنا 3 سايرستور، 3 سايرستور هيشتغلوا في البريود اللي هي 2 باي. طيب لما كل سايرستور يطلع لي في اوتبوت في البريود اللي هي 2 باي، فالبريود بتاعت الفولت بتاعي هيتكرر كل قد ايه؟ هيتكرر كل 2 باي على 3. ليه قسمتها على 3؟ عشان انا عندي 3 سايرستور. قبل كده في الفول ويف ريكتفاير كان عندي 2 سايرستور، كل سايرستور بيشتغل في بوزيتيف هاف سايكل او نيجاتيف هاف سايكل اكنهم وان سايرستور يعني، فكنت بقسم 2 باي على الاثنين، لان انا كنت عندي فترتين، فتره بيشتغل فيها 2 سايرستور وفتره تانية بيشتغل فيها 2 سايرستور تانيين. انا دلوقتي عندي 3 فترات، الثلاث فترات ده سايرستور واحد هيشتغل في فتره، سايرستور 2 هيشتغل في فتره، سايرستور 3 هيشتغل في فتره، فبالتالي البريود بتاعتي او الفولت بتاعي والتيار هيتكرروا كل 2 باي على 3. او ناخدها في العموم في البريود في 3 فيز ريكتفاير، بس 3 فيز ريكتفاير تمام كده، هناخد البريود هي 2 باي على عدد السايرستورز اللي موجوده عندي. وهنشوف الفول ويف برضو هيبقى البريود بتاعتها هتتكرر كل قد ايه. تمام، يبقى البريود بتاعتي 2 باي على عدد السايرستور. في الهاف ويف ريكتفاير 3 فيز ريكتفاير عندي 3 سايرستور، ف 2 باي على 3 ادتني البريود اللي هي 2 باي على 3. تمام كده، في الفول ويف ريكتفاير عندي 6 سايرستورز، الستة سايرستور يعني 2 باي على 6، البيريود بتاعتي هتديني 2 باي على 6. تمام كده. طيب
كده شفنا شكل الدايرة عامل ازاي. عايزين نشوف الاوبريشن بتاعت الدايرة، امتى الدايرة دي هتشتغل وهتشتغل ازاي. انا عندي هقسم طريقة الشغل بتاعتي او طريقة الحل بتاعتي على حسب الالفا، وهنعرف ليه احنا قسمناها كده على حسب الفايرنج انجل بتاعتي. والله لو الفايرنج انجل بتاعتي اقل من باي على 6 اللي هي 30 درجة هنشتغل زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وهنشوف برضو هيشتغل ازاي. لو الالفا بتاعتي اكبر من او يساوي 30 درجة هنشوف برضو هنشتغل ازاي. فاحنا هناخد اول حاجة دلوقتي اللي هو الفايرنج انجل بتاعتي اقل من 30 درجة. هناخدها مع ايه؟ هناخدها مع الار لود، يعني اللود بتاعي هنا هو عبارة عن ريزيستيف لود، تمام كده. البريود بتاعتي احنا اتفقنا ان هي 2 باي على عدد الثيرستور، يعني 2 باي على 3. طيب عايزين نشوف كل ثيرستور هينفع يشتغل امتى. احنا اتفقنا ان في شرطين علشان الثيرستور يشتغل. عشان الثيرستور يشتغل لازم الفي انود تبقى اكبر من الفي كاثود، ده اول شرط. تاني شرط ان يجيله فايرنج لي على الجيت بتاعته، تمام كده. يبقى ثيرستور واحد دوت، ثيرستور واحد اللي موجود هنا لازم الفي انود تبقى اكبر من الفي كاثود. طيب هي الفي انود متوصله على ايه؟ الفي انود متوصله على الفي اي ان، يعني المفروض الفي اي ان تبقى اكبر من الفي كاثود. طب الفي كاثود متوصله على ايه؟ لو بصيت هنا كده هتلاقي الفي كاثود متوصله على الفي بي ان، متوصله على الفي سي ان، لو الاثنين ثيرستور دول ايه شغالين. يبقى المفروض الفي اي ان تبقى اكبر من الفي بي ان واكبر من الفي سي ان علشان ثيرستور واحد ده يشتغل، وكمان يجيله ايه؟ يجيله فايرنج علشان يعرف يشتغل. طيب لو الثيرستور ده اشتغل هل ينفع ثيرستور تاني يشتغل معاه؟ لا، هو ثيرستور واحد بس بيشتغل في يعني في الفتره، الثيرستور واحد بس هو اللي ينفع يشتغل لوحده، ما ينفعش اتنين ثيرستور يبقوا شغالين مع بعض، تمام. طيب لو ثيرستور واحد ده شغال يبقى بالتالي ثيرستور اتنين دوت هيبقى مقفول، مش هينفع ان هو يشتغل، وثيرستور تلاتة برضو دوت مش هينفع ان هو يشتغل. يعني الاتنين دول عاملين اوبن سيركت، تمام كده، على الفازة بي والفازة سي. فبالتالي الفي اوتبوت شايف ايه دلوقتي؟ الفي اوتبوت هيبقى شايف الفازة ايه اللي هو الفي اي ان، يبقى في اوتبوت هتبقى بتساوي الفي اي ان لو ثيرستور واحد شغال. طيب ثيرستور اتنين هينفع يشتغل امتى؟ ثيرستور اتنين هينفع يشتغل لما الفي اي، لما الفي انود بتاعته اللي هي متوصله على الفازا بي اللي هو الفي بي ان اكبر من الفي كاثود. طب الفي كاثود متوصله ايه؟ متوصله على الفازا اي وعلى الفازا سي، يعني لو يعني لازم يبقى الفي بي ان اكبر من الفي اي ان والفي سي ان علشان ثيرستور اتنين دوت يبدا ان هو يشتغل. طب لو ثيرستور اتنين ده اشتغل يبقى جست ان هو اشتغل، يبقى ثيرستور واحد مش هينفع ان هو يشتغل، وثيرستور تلاتة مش هينفع ان هو يشتغل. واصلا ثيرستور اتنين مش هيشتغل غير لما ثيرستور واحد دوت يبقى اوف، وهنشوف في الرسمة هتوضح اكتر. طب لما ثيرستور اتنين يشتغل يبقى الفي اوتبوت دلوقتي شايف الفي بي ان، تمام كده، يبقى الفي اوتبوت هيبقى بيساوي الفي بي ان. طيب نشوف ثيرستور تلاتة، ثيرستور تلاتة هينفع يشتغل لما الفي انود بتاعته اللي متوصلة على الفي سي ان، يعني ما يكون الفي سي ان اكبر من الفي اي ان والفي بي ان، وساعتها هيبقى ثيرستور تلاتة دوت شورت سيركت، وثيرستور واحد وثيرستور اتنين اوبن سيركت، والفي اوتبوت هيبقى شايف الفي سي ان، تمام كده. يعني من الرسمة هنا او من الاستنتاج اللي احنا استنتجناه، يعني الفي اوتبوت على طول هيبقى شايف الفيز فولتج مش لاين فولتج، تمام كده. يبقى اقدر ارسم الفي اوتبوت دوت على الفيز فولتج، وهنشوف يعني ايه دلوقتي، تمام. بعد كده عايزين نشوف حاجة اسمها الفي انود كاثود. مش احنا كل ثيرستور بالنسبة لي كنت بجيب له الفي انود كاثود بتاعته؟ طيب عايزين نجيب الفي انود كاثود لثيرستور واحد وثيرستور اتنين وثيرستور تلاتة. اتفقنا ثيرستور واحد الفي انود كاثود بتاعته هتظهر امتى؟ هتظهر لما ثيرستور واحد دوت يبقى مش شغال، تمام. وبالتالي ثيرستور اتنين برضو لما يبقى مش شغال هيظهر عليه فولت اللي هو الفي انود كاثود، لانه هو شغال بيبقى عبارة عن شورت سيركت، ولما بيبقى شورت سيركت يعني الفي الفولت اللي عليه بيبقى بيساوي زيرو، تمام. نشوف الفي انود كاثود لثيرستور واحد. والله الفي انود كاثود لثيرستور واحد لما يبقى ثيرستور واحد دوت مش شغال، الانود متوصل على طول على الفي اي ان،
تمام. طب والكاسود؟ الكاسود لو انت شفت هنا بص متوصل على طول على ايه، متوصل على الفي اوت، سواء في اوت دوت بيساوي الفي بي ان او في سي ان، هيبقى هو شايف الكاسود بتاع سيرستر واحد هيبقى شايف الفي اوت، وهنشوفها برضو على الرسم تمام. طب الفي ان كاسود بتاع سيرستور 2، بتاع سيرستور 2 الفي انود متوصله على الفي بي ان، والفي كاسود متوصله على الفي اوت، يعني الفي انود كاسود لسيرستور 2 هيساوي الفي بي ان ناقص الفي اوت. طب الفي انود كاسود بتاع سيرستور 3 الفي انود متوصله على الفي سي ان، والفي انود في انود متوصله على الفي اي سي ان، والفي كاسود الكاثود متوصل على الفي اوت، يبقى الفي انود كاثود بتاع سيرستور 3 هيساوي الفي سي ان ناقص الفي اوت. طيب من هنا كده او من الاستنتاج اللي احنا طلعناه الفي انود كاثود، الفي اي ان ناقص الفي اوت، طب ما الفي اوت بيساوي الفي بي ان او الفي سي ان تمام، يبقى ساعتها هيبقى الفي الفولت بتاع الفي انود كاثود بتاع سيرستور 1 ده يبقى عباره عن الفي اي بي او الفي اي سي تمام. طب ال VAB او ال VAC دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللاين فولتج، يعني لو عايز ارسم ال V انود كاثود يبقى لازم ارسمها على اللاين فولتج مش على الفيز فولتج زي ال V output تمام. احنا كده شفنا الاوبريشن بتاعه الدايره ايه هيشتغل امتى، عايزين بعد كده نشوف الكالكيوليشن ونشوف الرسومات. طب خلينا نشوف الرسومات الاول، نشوف الرسمه كنا بنرسم ازاي الرسمه ديت. اولا بنرسم الفيز فولتج، بنرسم الفيز فولتج ازاي؟ خلينا نشوف كده هنا الفيز فولتج لو عايزه ارسمه، ارسم اول حاجه الفي اي ان، طبعا انت معاك المسطره اللي بترسم الساين ويف علشان تطلع لازم هتحتاجها في 3 فيز، ان استحاله ترسم رسمه زي دي بتاعه اللاين فولتج بايدك، استحاله وتطلع معاك مظبوط وتطلع معايا الشكل ينفع، ما ينفعش، لازم يبقى معاك المسطره بتاعه الساين ويف. اولا لو عايزه ارسم الفيز فولتج يبقى اول حاجه هرسم الفي اي ان، هرسمها سايكل ونص، احنا اتفقنا ان اقل حاجه نرسمها سايكل ونص عشان نشوف بس في نص سايكل ديت الريبيتنج اللي هيحصل هو اللي هيحصل في السايكل الاولاني. دي رسمت الفي اي ان على زاويه زيرو، يعني بادئه الشيفت بتاعها بادئ من الزيرو تمام كده. بعد كده عايزه ارسم بعدها الفي سي ان، امشي من هنا كده 120 درجه، المسطره بتاعت الساين ويف بيبقى فيها اخرام كده، كل خرم بيمثل 30 درجه تمام. انت هتعد 120 على 30 يبقى هتعد كام خرم؟ 4 اخرام تقريبا او 4 اخرام، وهتبدا ان انت ترسم الفي بي ان، يبقى هو كده شفتت ب 120 درجه عن الفازه اي. بعد كده عايز ترسم الفازه سي، بعد كده هتمشي من هنا كده تعد 120 درجه تانيين وتبدا ان انت ترسم تبتدي الفازه سي، وطبعا ما تنساش تكمل الويف من هنا تمام كده. يبقى احنا كده رسمنا الفي اي ان والفي بي ان والفي سي ان، الفي اي ان على زاويه 0، الفي بي ان بعدها ب 120 درجه، الفازه سي بعد الفازه بي ب 120 درجه تانيين، يبقى انا كده رسمت الفيز فولتج تمام كده. بعد كده لو عايز ارسم اللاين فولتج، لو عايز ترسم اللاين فولتج، اللاين فولتج بيبقى شيفتد عن الفيز فولتج بزاويه 30 درجه، يعني بادئ قبل الفيز فولتج بزاويه 30 درجه، يعني الفي اي بي هيبقى بادئ قبل الفازه ايه بزاويه 30 درجه، انت ترسم طبعا الامبليتيود بتاع اللاين فولتج اكبر من الامبليتيود بتاع الفيز فولتج تمام كده. مش كنا بنضرب الفيز فولتج دوت في جذر 3 علشان نحوله اللاين فولتج، يبقى اكيد اللاين فولتج دوت هو اكبر تمام. هتبدا ان انت ترسم الفي اي بي، وبعد كده ترسم الفي اي سي بعدها، بعد يعني هيبقى بعد الزيرو ب 30 درجه، وبعد كده عد 30 درجه ترسم الفي بي سي، وبعد كده بعدها ب 30 درجه ترسم الفي بي اي. انا مره هبقى ارسمها لكم يعني في فيديو طريقه الرسمه بتاعه اللاين فولتج تمام، علشان هي كده انت مش واضحه تقريبا بالنسبه لك، انا هبدا ان انا ارسمها لكم تمام. طيب كده رسمت الفيز فولتج ورسمت اللاين فولتج تمام. عايزين نبدا بقى نشوف هنرسم الرسمه ازاي تمام. نشوف هي الرسمه بتترسم اصلا ازاي، يعني او نشوف الالفا فين. احنا اتفقنا ان الفا
هتبقى اقل من 30 درجة، تمام كده؟ لما الفا تبقى اقل من 30 درجة، خلينا نشوف ببدأ ان انا احسب الالفا منين. اولا في فرق ما بين رسمة السنجل فيز والثري فيز. ايه هو الفرق ما بين السنجل فيز والثري فيز؟ السنجل فيز انت كنت بترسم الالفا، او لو عايز تعد الالفا بتعدها من الزيرو. لا، في الثري فيز انا لازم اعدها من الريفرنس بتاعها. يعني ايه الريفرنس بتاعها؟ طيب لو انا عايز ادي فايرنج انجل لسيرستور واحد، احنا اتفقنا ان سيرستور واحد هيبدا ان هو يشتغل، او ينفع ان هو يشتغل لما الفي اي تبقى اكبر من الفي بي وتبقى اكبر من الفي سي. طيب هل هنا بدايه من الزيرو في الحته في الجزء دوت هل ينفع سيرستور واحد يشتغل؟ اكيد لا. ليه؟ لان الفازه ايه، اهي الفازه ايه ديت، هي صحيح اكبر من الفازه بي بس هي اقل من الفازه سي، فاستحاله في المنطقه ديت سيرستور واحد يبدا ان هو يشتغل. فايه فايده ان انا احسب الالفا من اول الزيرو لما الحت جزء دوت اول 30 درجه دول، اول يعني الحته في الاولانيه ديت مش هينفع اصلا ان سيرستور واحد يبقى شغال. لا، قال لك خلاص انا هعمل حاجه اسمها ريفرنس للالفا او الفايرنج انجل بتاعه سيرستور واحد. الريفرنس دوت هو اللي ينفع من اول النقطه ديت ان سيرستور واحد يبدا انه يعرف ان هو يشتغل. سيرستور واحد هيعرف ان هو يشتغل امتى؟ لما الفازه ايه تبقى اكبر من كل الفازات التانية. طيب الفازه ايه هي اكبر من كل الفازات التانية؟ بدايه من النقطه دي لو انت لاحظت اهوت في كل مرحله الفي اي، الفي اي هنا هو المنطقه دي كلها، الفي اي اقل من الفي بي والفي سي، لكن في المنطقه ديت برضو الفازه ايه اقل من الفي سي. المنطقه الوحيده اللي الفازه ايه هتبقى اكبر من الفي بي واكبر من الفي سي هي من اول النقطه دي. فانا هاخد النقطه دي وهسميها الريفرنس بتاعه الفا واحد لسيرستور واحد. الريفرنس دوت هو اللي انت هتعد بعديه الالفا. يعني لو قلت لك الفا بتساوي 30، ما تقوليش من اول هنا اهو هعد 30 درجه يبقى دي الالفا، لا، من اول الريفرنس ده. الريفرنس دوت بادئ منين؟ بادئ من النقطه ديت، تعد بعد النقطه دي 30 درجه يبقى انت كده حسبت الالفا. تاني الالفا ما بدأش ان انا احسبها او ابدأ ان انا اعدها من اول الزيرو في الثري فيز ريكتفاير، لا، ببدأ ان انا احسبها من اول الريفرنس بتاع الالفا اللي انت شغال عليه. لو انت شغال على سيرستور واحد والالفا بتاعتك مثلا اديتها لك 30 60، الريفرنس تشوف الريفرنس بتاع سيرستور واحد فين او الفا واحد فين، الريفرنس بتاعها هو الخط ده، تمام؟ الخط دوت تبدأ تعد من بعديه 30 درجة، تبدأ تعد من بعديه 60 درجة، يبقى انت كده حسبت الفايرنج انجل بتاعتك. وهكذا برضو لسيرستور اتنين. سيرستور اتنين هينفع يشتغل امتى؟ ينفع يشتغل لما الفازة بي تبقى اكبر من كل الفازات التانية. طب ودوت هيحصل امتى؟ من اول النقطة دي اهوت، لو انت لاحظت انا رسمالك كل واحدة بلون، لو انت لاحظت من اول النقطة ديت الفازة بي هي اكبر من كل الفازات التانية، فهعمل خط هنا كده وهسميه الريفرنس بتاعت الفا 2. يعني انا لو قلت لك ان الفايرنج انجل بتاع سيرستور 2 30 درجة 60 درجة، يبقى تبدأ تحسبه منين؟ مش من الزيرو ولا من الريفرنس بتاع الفا 1، لا، من الريفرنس بتاع الفا 2 اللي هو فين؟ اللي هو في المنطقة دي في الجزء ده، الخط ده تبدأ تحسب من بعديه 30 درجة 60 درجة 90 درجة على حسب ايه؟ الفايرنج انجل بتاعتك بكام. ونفس الكلام لسيرستور 3. سيرستور 3 هينفع يشتغل امتى؟ لما الفازة سي اللي هي متوصلة عليه تبقى اكبر من كل الفازات التانية. الفازة سي ديت هتبدأ ان هي تبقى اكبر حاجة من اول النقطة ديت، فده الريفرنس بتاع الفا 3. ابدأ ان انا احسب من بعديه الالفا 3 او الفايرنج انجل بتاعت سيرستور رقم 3. يبقى كده انا رسمت كل الريفرنس. طبعا بتتكرر الموجه، بتتكرر تاني، عشان كده دي الريفرنس بتاع الفا 1، الريفرنس بتاع الفا 2، ولو كملت بقيه الويفز اكيد هتتكرر، تمام؟ يبقى كده انا رسمت الفازه A والفازه B والفازه C، وشفت الريفرنس بتاعت كل سيرستور هتبدا من اول فين، تمام؟ نبدا نشوف بقى الحاله بتاعتك اللي انت شغال عليها. انت شغال على فايرنج انجل اقل من 30 درجة ولا اكبر من او يساوي 30 درجة؟ هنشوف ايه الفرق في الاتنين، تمام؟ هنشوف لو اول حالة لو الالفا اقل من 30 درجة. لو الفا اقل من 30 درجة، يعني بص هنا كده لو انت لاحظت، نكبر
الجزء ده، الحتة من أول النقطة دي للنقطة دي أهي، هي ظاهرة هنا أكتر، من أول النقطة دي للنقطة دي هي 30 درجة. أنا بقول لك دلوقتي ألفا أقل من 30 درجة، يعني ألفا لازم تبدأ أقل، الخط بتاع ألفا واحد يبدأ قبل الخط دوت، أو قبل التقاطع ده أهو، أهو ألفا واحد، الخط بتاع ألفا واحد بتاع الفايرنج أنجل بادئ قبل التقاطع دوت، تمام؟ يبقى كده رسمت الخط بتاع الفايرنج أنجل بتاع سيرستر واحد. يبقى بالترتيب هنرسم ايه؟ اول حاجة نرسم اللاين الفيز فولتج الفي اي والفي بي والفي سي، وعرفنا نرسمها ازاي. بعد كده تاني حاجة نرسم الريفرنس بتاع الفا واحد والفا اتنين والفا تلاتة، تمام كده. بعد كده تشوف الفايرنج انجل بتاعتك كام، وتبدأ ان انت تعدها من بعد الفايرنج انجل، من بعد الريفرنس بتاع الفا واحد، بعد الريفرنس بتاع الفا اتنين، بعد الريفرنس بتاع الفا تلاتة. هو طبعا الثري سايرستور الالفا بتاعتهم ثابتة، يعني لو الفا واحد بتلاتين درجة ما ينفعش الفا اتنين تبقى بستين درجة والفا تلاتة تبقى بتسعين درجة، لا، الفا واحد تساوي الفا اتنين بتساوي الفا تلاتة، تمام كده. يعني الفايرنج انجل للتلاتة سايرستور هو واحد، تمام كده. 30 درجة يبقى التلاتة فايرنج انجل بتاعتهم ب 30 درجة، 60 درجة يبقى التلاتة الفايرنج انجل بتاعتهم ب 60 درجة، وهكذا، تمام. فبدأت ارسم الخط بتاع الفا واحد اللي هينفع اللي بعديه سايرستور واحد هيبدأ ان هو يشتغل، وابدأ ارسم الخط بتاع الفا اتنين اللي بعديه سايرستور اتنين هيبدأ ان هو يشتغل، وبعد كده سايرستور تلاتة اللي الفا تلاتة اللي هي بعديه هينفع سايرستور تلاتة ان هو يشتغل. بعد ما رسمت الخطوط ديت ابدا بقى اشوف سيرستور واحد هيبدا ان هو يشتغل بدايه من الفا واحد. طيب الفا واحد هي الخط بتاعها هنا، تمام كده. طب لما سيرستور واحد هيشتغل، هيبقى الفي اوتبوت هيبقى شايف ايه؟ هيبقى شايف الفي اي ان زي ما اتفقنا اهو، هنا اهو سيرستور واحد لما يبدا ان هو يشتغل فالفي اوتبوت هيبقى بيساوي الفي اي ان، تمام كده. طيب ابقى ارسم، والله عايز ترسمها على الفيز فولتج زي ما تعمل كده، تعملها داش لاينز كده او تعملها دواير، او بس اهم حاجه تبقى بلون مختلف، يعني او تبقى ظاهره بالنسبه لي ان دوت اللي انت رسمه دوت على الفيز فولتج هو دوت الفي اوتبوت. يعني بص الشكل دوت، هو قايل لي ان الشكل ده الداش ديت هي بتمثل لك الفي اوتبوت بتاعتي، تمام كده. طيب الفي سايرستور واحد لما يشتغل يبقى الفي اوتبوت بتاعي هيبقى بيساوي الفي اي ان، الفي اي ان اللي هو هنا اهو الويفز بتاعتها اللي هي دي. يبقى ابدا ان انا اشرط كده هنا، يبقى ده كله الفي اوتبوت بتاعي، الويف دي الحته دي كده هي الفي اوتبوت بتاعي. هيفضل شغال لحد امتى؟ والله هو هيفضل شغال طول ما الفازه ايه هي مش اكبر حاجه بقى، هو خلاص الفازه بي والفازه سي مش هينفع ان هما سايرستور 2 وسايرستور 3 مش شغالين، فالفازه بي والفازه سي اكنهم مش موجودين عندي، هيفضل يعني اكن دوت كده، سوري ثانيه واحده اهو، اكن ده شورت سيركت وده اوبن سيركت، ده اوبن سيركت. يبقى دلوقتي عندي الفي اي ان متوصل على الفي اوتبوت، تمام كده. هيفضل ده البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، سوري انا ما عنديش، هحاول كده هنا اهي، نحاول نجيب بوينتر درو بنسل اهو، دي عبارة عن شورت سيركت وده كده الفازة، الفازة ايه، وده كده عبارة عن الريزيستنس بتاعتي. البولاريتي بتاعت الويف دلوقتي هي عبارة عن ايه؟ احنا دلوقتي في نص الموجة البوزيتيف، يبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، تمام كده. طيب لما البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، يبقى الجزء ده كده هو الفي انود، والحتة دي هي الفي كاسود، بس انا عاملة عليها شورت سيركت دلوقتي لان سيرستور واحد شغال. يعني البوزيتيف جاي على الانود والنيجاتيف جاي على الكاسود، تمام تمام كده. يبقى سيرستور واحد هيفضل شغال، هيفضل شغال لغايه امتى؟ والله لغايه ما البولاريتي بتاعه الفازه ايه دي تتعكس. لما البولاريتي يبقى نيجاتيف هنا والبوزيتيف يبقى هنا، يبقى النيجاتيف جاي على الانود والبوزيتيف جاي على الكاسود، يبقى سيرستور واحد دوت هيعمل ناتشر يعني كوميوتيشن، يعني هيفصل خلاص ومش هيبقى شغال، تمام كده. وهو دوت اللي انا رسماه هنا، او انا رسمه اهوت، فضلت ماشيه مع الفي اوتبوت اللي هي بيساوي الفي اي ان لغايه امتى؟ والله لغايه
مفروض لغاية ما ال VAN ديت تبقى خلاص هتبدأ ان هي في مرحلة دلوقتي ان هي تيجي عند الجزء النيجاتيف، تمام كده. بس قبل ما يكمل، بص كملت كده اهوت، اهو ال V output بيساوي ال VAN. بس قبل ما اوصل عند الجزء النيجاتيف او ال wave النيجاتيف او نص الموجة النيجاتيف، لقيت سيرستور 2 جاله فايرنج، الفا 2 جت. فمجرد ما الفا 2 جت لقيت ال VAN اهوت اقل من ال VBN. لمجرد ما سيرستور 2 يشتغل خلالي ال V anode اقل من ال V cathode، فبالتالي سيرستور 1 هيبدأ ان هو يفصل. حسب سوري تاني الحتة دي اهو، سيرستور 1 بدأ ان هو يشتغل عند الفا 1. ال V output هو بيساوي ال VAN، هيفضل بيساوي ال VAN لحد امتى؟ لحد حاجة من الاتنين تحصل. اول حاجة تحصل ان نص الموجة النيجاتيف يجي، فبالتالي سيرستور 1 هيبدأ ان هو يفصل لوحده، لان ال VA ال VA ال V anode هتبقى عليها نيجاتيف وال V cathode هيبقى عليها بوزيتيف. ده ريفرس فولتج جه على السيرستور هيبدأ ان هو يفصله، او ممكن سيرستور 2 او سيرستور 3 يبدأ ان هما يشتغلوا. مجرد ما سيرستور 2 بدأ ان هو يشتغل، بدأ سيرستور 2 ان هو يشتغل، يعني ال V cathode دلوقتي شايف ال VBN، واحنا شايفين ان سيرستور 2 لو اشتغل يبقى معنى كده ان ال VBN اهو هنا، لو انت شايف هنا ال VBN اكبر من ال VAN، فسيرستور 1 هيبدأ ان هو يفصل، تمام كده. طيب لما سيرستور 2 يبدأ ان هو يشتغل، لما سيرستور 2 يبدأ ان هو يشتغل، معنى كده ان ال V output هيبقى بيساوي ال VBN، تمام. هنشوف الويف بتاعت ال VBN فين، اهي الويف بتاع ال VBN، هرسم عليها ال V output اهو. بعد ما كان ال VAN هيبقى بيساوي دلوقتي ال VBN عند الفا 2، هيفضل برضو بيساوي ال VBN لحد ما حاجة من الاتنين تحصل، لا اما الويف النيجاتيف تيجي، لا اما الفا 3 او سيرستور 3 يشتغل. فمعنى كده ان ال VBN بقى اقل من ال VCN، يبقى ساعتها خلاص سيرستور 2 هيبدأ ان هو يعمل كوميوتيشن ويبدأ ان هو يفصل. يبقى فضل اهو سيرستور 2 شغال وال V output بيساوي ال VBN لحد ما جه فايرنج انجل لسيرستور 3، معنى كده ان ال VCN اكبر من ال VBN، فسيرستور 2 هيبدأ ان هو يفصل وسيرستور 3 هو اللي يبدأ يشتغل. وسيرستور 3 لما يبقى شغال يبقى معنى كده ان ال V output بيساوي ال VCN، فهرسم ال V output على ال VCN وهيبدأ ان هو يتكرر تاني ال VAN، تمام كده. ورسمت الحتة اللي قبل كده، لو انت شفت كده الويف اهيت، الويف بدأ اهيت، يعني التكرار بتاع الويف يعني اهي. يبقى ده كده شكل ال في اوبوت. والله عايز ترسمه على الفيز فولتج كده زي ما انا رسماه براحتك، لو عايز ترسمه كشكل لوحده كده براحتك برضو، تمام. يبقى بس انا شايفه ان هو اسهل يبقى على الويف كده، بس اهم حاجه يبقى واضح، يعني ما تخططهوش، يعني خططه بشكل مختلف، يعني زي ما هو واضح كده بالنسبه لي. اول ما شفت الرسمه عرفت ان دوت كده، وكتبت عليه الفي ده في اوبوت. اول ما شفت الرسمه كده شفت الويف بتاعه الفي اوبوت شكلها عامل ازاي، تمام. يبقى احنا كده رسمنا الفي اوبوت اللي على اطراف اللود. لو عايزه ارسم التيار اللي على اطراف اللود، هو نفس شكل الفولت، تمام. بس احنا اتفقنا ان ده ريزيستيف لود، فالاي اوبوت هيبقى بيساوي الفي اوبوت على الريزيستنس، مش هيبقى فيه، هو نفس شكل الفولت بس امبليتيود اقل شويه. يبقى هي اخوان نفس شكل الفولت اهو بس بامبليتيود اقل شويه. رسمتها ايه، طبعا مش هينفع ارسمها على على الشكل ده، رسمتها لوحدها كده. يبقى بعد كده لو عايزه ارسم التيار بتاع سيرستور 1، والله لو عايزه ارسم التيار بتاع سيرستور 1، التيار بتاع سيرستور 1 هيظهر امتى؟ لما سيرستور 1 يبقى شغال. طب سيرستور 1 هيبقى شغال امتى؟ هيبقى شغال في الفتره ديت اهو، سيرستور 1 شغال في الفتره دي وبيبدا ان هو يتكرر في الويف الجديده في الفتره ديت. طب لو عايزه ارسم التيار بتاع سيرستور 2، التيار بتاع سيرستور 2 في الفترة اللي سيرستور 2 شغال فيها. طب سيرستور 2 شغال في انهي فترة، او سيرستور 2 شغال في الفترة ديت، فالتيار بتاع سيرستور 2 هو هو نفس شكل التيار بتاع الاي اوبوت بس ايه، في الفترة اللي سيرستور 2 شغال فيها بس.
والتيار بتاع سيرستور 3 نفس شكل الاي اوبوت برضو، بس في الفتره اللي شغال فيها سيرستور 3. سيرستور 3 شغال في الفتره دي بس، وبيبدا ان هو يتكرر هنا في الفتره دي. تمام. طيب لو عايزه دلوقتي اشوف الكالكيوليشن بتاعت الدايره بتاعتي، اول حاجه عايزه احسب الفي اوبوت افريج. احنا اتفقنا ان الفي اوبوت افريج بنحسبها ازاي، 1 على التوتال بيريود. البيريود احنا اتفقنا ان هي 2 باي على عدد السيرستور اللي هو 2 باي على 3. تمام. بعدين تكامل. تكامل من اول فين لحد فين بقى؟ من اول الفتره مفروض اللي اشتغل فيها الفا 1 من اول الفا 1 لحد الفتره اللي وقف عندها سيرستور 1. تمام كده. طيب من اول الفا لحد ما وقفت الويف بتاعت الفي اوت بتاعت سيرستور 1. انا برسم دلوقتي اهو، بصي لو انت اخدت بالك دي كده الفتره 2 باي. تمام. دي الفتره اللي هي 2 باي اهي، من او اهو دي كده 2 باي. لو انت لاحظت 2 باي ديت الويف ظهرت كم مره؟ ظهرت 3 مرات اهو، ادي ويف وادي ويف وادي ويف والتكمله بتاعتها اهي، يبقى كده 3 مرات. عشان كده قلت التوتال بيريود 2 باي على 3. يبقى انا دلوقتي هبدا ان انا اعمل تكامل للجزء ده بس، لان هي الويف دي هي الويف دي هي الويف دي، وانا قلت 2 باي 1 على 2 باي على 3، يعني 3 على 2 باي 3 على 2 باي. يبقى انا كده اخدت اهو دي، ادي 1 2 3. يبقى انا كده هعمل تكامل للحته دي، كل الحته دي بس، واضربها في 3. هو ده الميننج بتاع 1 على 2 باي على 3. يبقى هقول هنا 3 على 2 باي، وبعد كده هكامل الجزء ده بس. طب الجزء ده هو بادئ من اول فين؟ من اول الفا. بس ما تنساش ان الفا مش بادئه من الزيرو، لا دي بادئه من اول 30 درجه اللي هي الباي على 6. يبقى لازم التكامل ده هيبدا من باي على 6 زائد الفا. تمام كده. وبعد كده هينتهي فين؟ هينتهي من باي زائد من باي على 6 زائد الفا اللي هي البدايه بتاعتك، زائد الجزء اللي انت اشتغلت فيه. الحته دي كده اللي هو اشتغل فيها الجزء ده كده اللي هو 2 باي على 3. تمام كده، اللي هي البيريود بتاعت 2 باي على 3. تمام كده، لان انا قسمت ال 2 باي 3 مراحل، مرحلة او 3 ويفز اهي. الويف الاولانية دي اشتغل فيها سيرستور 1، الويف التانية دي اشتغل فيها سيرستور 2، الويف التالتة دي اشتغل فيها سيرستور 3. يبقى كده الفترة اللي اشتغل فيها سيرستور 1 من ال 2 باي كلهم هي 2 باي على 3. تمام كده. يبقى حدود التكامل عموما في الفا اقل من 30 درجة او باي على 6، حدود التكامل بتاعتي باي على 6 زائد الفا دي ثابتة، ولحد باي على 6 زائد الفا اللي هي البداية بتاعتي لحد الفترة اللي انا اشتغلت فيها. الفترة اللي اشتغلت فيها 2 باي على 3 اللي هي نفس البيريود التوتال بيريود بتاعتي. هعمل تكامل لايه بقى؟ الفي فيز ماكسيمم ساين اوميجا تي. ليه قلت الفي فيز ماكسيمم؟ لان الفي اوتبوت بيبقى على طول شايف الفي فيز. تمام كده، مبقاش شايف الفي لاين خالص. تمام. هبدا ان انا كامل اطلع ده بره اللي هو الثابت كونستانت، يبقى 3 في في فيز ماكسيمم على 2 باي. هكامل الساين تبقى سالب كوزين، اعوض بحدود التكامل. تمام، عوضنا بحدود التكامل اهيت، 3 ادتني 3 في فيز ماكسيمم على 2 باي في كوزين باي على 6 زائد الفا ناقص كوزين 5 باي على 6 زائد الفا. تمام. لو عايز تفك دوت كده، فكت كوزين كوزين زاويه زائد زاويه بتساوي كوزين الزاويه الاولانيه في كوزين الزاويه الثانيه ناقص ناقص ديت عكس الاشاره اللي ما بين الزاويتين، ساين الزاويه الاولانيه في ساين الزاويه الثانيه. يعني هنا الفي اوتبوت افريج هيبقى بيساوي الفي فيز ماكسيمم على 2 باي كوزين الزاويه الاولانيه اللي هي باي على 6 في كوزين الزاويه الثانيه اللي هي الالفا. الزاويه الاشاره اللي ما بينهم سالب يبقى موجب، يبقى هنا هحطها سالب، ساين الزاويه الاولانيه ساين الزاويه الثانيه ناقص هنا برضو نفس الكلام كوزين الزاويه الاولانيه كوزين الزاويه الثانيه ناقص، بس ناقص في ناقص هودتني موجب، ساين الزاويه الاولانيه في ساين الزاويه الثانيه، ساين 30 درجه تقريبا بزيرو، وساين 5 باي على 6 برضو بزيرو. هيديك في الاخر ان عوض بقى كوزين باي على 6 شوفها على الاله هتديك كام، وكوزين 5 باي على 6 شوفها هتديك كام برضو. هتديك في الاخر ان الفي اوت افريج بيساوي 3 جذر 3 في فيز ماكسيمم على 2 باي في كوزين الفا. تمام كده.
الدرايف دوت ممكن يبقى عليك، لان ممكن يقول لك درايف الاكسبريشن بتاع الفي اوتبوت افريج، وبعد كده احسب لي القيمه بتاعته بكام. تمام، فالدريفيجن دوت عليك. تمام كده، لو عايزه احسب الاي اوتبوت افريج هقول ان هي دي ريزيستيف لود، التيار اللي ماشي في الريزيستيف لود بيساوي الفولت على الريزيستنس، يبقى الفي اوتبوت افريج على الريزيستنس. لو عايزه اجيب الفي اوتبوت روت مين سكوير هو نفس الفي اوتبوت افريج، بس هحط الكلام ده كله تحت الجذر. تمام، نفس حدود التكامل ونفس كل حاجه، هحط بس الكلام ده تحت الجذر واربع الموجه، هتديك في الاخر اهوت جذر 3 في فيز ماكسيموم تربيع، عشان انا طلعتها من هنا التربيع، على 2 باي حدود التكامل من الفا، من باي حدود التكامل باي على 6 زائد الفا، ولغايه 5 باي على 6 زائد الفا. فك الساين تربيع هتبقى نص 1 ناقص كوزاين 2 اوميجا تي، هتبقى دي اوميجا تي. ابدأ ان انت كامل التكامل الواحد بأوميجا تي، تكامل الكوزاين بساين، بس على مشتقة الزاوية اللي جوه، مشتقة الزاوية اللي جوه اللي هي 2 يعني. تمام، ابدأ ان انت فك، عوض بحدود التكامل، هيديك في الاخر الاكسبريشن دوت، والاكسبريشن ده برضو عليك وحفظ. تمام، لو عايزة احسب الاي اوتبوت روت مين سكوير هقول ان هو بيساوي البي اوتبوت روت مين سكوير على قيمة الريزيستنس. لازم الديفيجن تعمله بايدك علشان تعرف انت ماشي فيه ولا لا. لو عايز احسب الباور اوتبوت افريج هو بيساوي الاي اوتبوت روت مين سكوير تربيع في قيمه الريزيستنس. بعد كده لو عايز احسب الباور فاكتور بتاع السبلاي هو بيساوي الباور اوتبوت افريج على 3 في فيز روت مين سكوير في اي فيز روت مين سكوير، 3 ديت عشان انا شغاله على 3 فيز. تمام كده، ومفروض هنا برضو يبقى في 3، سوري المفروض هنا يبقى في 3، لا هنا المفروض ما يبقاش في 3، معلش. اي اوتبوت روت مين سكوير تربيع في الريزيستنس، ما فيش هنا 3، هنا بس باور فاكتور، لان باور اوتبوت هنا باور اوتبوت مفروض دي سي على الاي سي اللي هي الانبوت بقى، اللي هي الانبوت بتاعي هو عباره عن 3 فيز، 3 فيز الباور بتاعته 3 في الفولت في التيار، ما تنساش ان ديت فولت فيز وروت مين سكوير. لو انت عايز تكتب هنا فولت فيز ماكسيمم يبقى تضرب او تقسم هنا على جذر 2. بعد كده الفي فيز روت مين سكوير هيبقى بيساوي الفي فيز ماكسيمم على جذر 2. طيب عايزين نجيب دلوقتي التيار بتاع السيرستور او التيار بتاع الفيز روت مين سكوير، لان انت لو لاحظت هنا كده التيار بتاع السبلو او الفازه مش هو هو الاي اوتبوت، لا ده كل مره اي اوتبوت بتساوي تيار بتاع فازه معينه، ما ينفعش. تمام، التيار بتاع الفازه هو التيار هو نفس شكل التيار بتاع سيرستور واحد، التيار بتاع فازه ايه هو نفس شكل التيار بتاع سيرستور واحد، لان هما الاثنين متوصلين مع بعض. التيار بتاع الفازه سي الفازه بي هو نفس شكل التيار بتاع سيرستور 2، والتيار بتاع الفازه سي هو نفس شكل التيار بتاع سيرستور 3. فعايزه اجيب التيار بتاع سيرستور دوت روت مين سكوير عشان اعوض بيه في الباور فاكتور، عشان اجيب الباور فاكتور دوت مش اي فيز روت مين سكوير. طب الاي فيز روت مين سكوير لسه ما جبتهاش، يبقى لازم اجيبها اللي هي بتساوي الاي سايرس روت مين سكوير. اي سايرس روت مين سكوير لاي فازه، تمام، هقول جذر 1 على 2 باي. ليه قلت 1 على 2 باي؟ لان انت لو لاحظت هنا كده في الرسمه، لو لاحظت هنا في الرسمه التيار بتاع سايرس واحد ظهر قد ايه، كم مره في ال 2 باي؟ ظهر مره واحده بس، اهو ظهر مره واحده لما سايرس واحد شغال، يعني التوتال بيرود بتاعتي هي 1 على 2 باي، يعني 2 باي بس مش 2 باي على 3، لان هو التيار بتاع سيرستور الواحد ما ظهرش 3 مرات في ال 2 باي، لا هو ظهر مره واحده بس، عشان كده قلت 1 على 2 باي، اهي 1 على 2 باي. وبعد كده حدود التكامل هي نفس حدود التكامل بتاع الاوتبوت فولتج، مفيش اي اختلاف. وبعد كده هبدا ان انا اكمل ايه بقى، اكمل التيار، التيار اللي هو عباره عن ايه، عباره عن الفولت على الريزيستنس، الفولت اللي هو الفي فيز ماكسيمم ساين اوميجا تي على الريزيستنس، كل ده تربيع. ابدا ان انت امشي بقى الدريفيجن، كمل الدريفيجن هتلاقي طلع لك الفي فيز روت مين سكوير هيطلع بكام. احنا كده اخدنا اول حاله، احنا ممكن ناخد الفي انود كاسود المره اللي جايه ازاي نرسم الفي انود كاسود، عشان انتوا لسه ما خدتوهاش يعني في المحاضره.
بعد كده هنبدأ، احنا كده رسمنا الفا لما تبقى اقل من باي على 6 اللي هي الفا اقل من 30. عايزين دلوقتي ناخد والله لو الفا اكبر من او يساوي باي على 6 اللي هي 30 درجة، ايه اللي هيحصل في شكل الويف فورم؟ هنشوفها بقى على الويف فورم. الويف فورم هتختلف؟ لا، مفيش اي حاجة في الويف فورم هتختلف، اللي هيختلف بس هي حدود التكامل، وهنشوف حدود التكامل هتبدأ ان هي تختلف ليه. احنا اتفقنا ان احنا بنقدر نرسم الفيز فولتج، تمام، التلاتة فيز فولتج، وبعد كده ببدأ ان انا ارسم الريفرنس بتاع الفا واحد والفا اتنين والفا تلاتة، وبعد كده بشوف الالفا بتاعتي بتساوي ايه. الالفا بتاعتي في الحالة ديت بتساوي باي على 6 اللي هي بتساوي 30 درجة. هبدأ ان انا اعد من الريفرنس بتاع الفا واحد 30 درجة، وارسم الخط بتاع الفا واحد، واعد من الريفرنس بتاع الفا اتنين 30 درجة، وابدا ان انا ارسم الخط بتاع الفا 2، وابدا ان انا اعد برضو الريفرنس من بعد الريفرنس بتاع الفا 3، ابدا ان انا ارسم الخط بتاع الالفا 3. تمام كده، واتفقنا ان الفا 1 لما تيجي يبقى سيرستر 1 ينفع ان هو يشتغل، وسيرستر 1 لما يشتغل هيبدا الفي اوتبوت هيبقى بيساوي الفي اي ان، هيفضل بيساوي الفي اي ان لحد حاجه من الحاجتين هتحصل، يا اما ادخل في الجزء النيجاتيف في الويف، يا اما سيرستور تاني يشتغل، يعني سيرستور اتنين او سيرستور تلاتة يبدأ ان هما يشتغلوا، فساعتها سيرستور واحد هيبدأ ان هو يفصل. تمام، يبقى فضلت الفي اوت بيساوي الفي اي ان لحد النقطة ديت ما جه فايرنج انجل سيرستور اتنين، يبقى الفي اوت هيبقى بيساوي الفي بي ان، الفي بي ان لحد ما جه فايرنج انجل لسيرستور تلاتة هيبقى الفي اوت بيساوي الفي سي ان. لو انت لاحظت كده الشكل بتاع الفي اوتبوت كونتينيوس، موجوده على طول. يعني ايه كونتينيوس؟ يعني موجوده على طول، يعني ما فيش جزء الفي اوتبوت بيساوي زي، يعني مش بيساوي زيرو، اهو في جزء الحته دي بيساوي زيرو بس مش بيتقطع فيها الفولت عن اللود بتاعي. تمام كده. لو انا عايزه ارسم التيار هو نفس شكل الفولت بس بامبليتيود اقل، لو عايزه ارسم التيار بتاع سيرستور واحد وسيرستور اتنين وسيرستور تلاته نفس شكل التيار بتاع الاي اوتبوت، بس في الفتره اللي سيرستور واحد شغال فيها، في الفتره اللي سيرستور اتنين شغال فيها، في الفتره اللي سيرستور تلاته شغال فيها، وما تنساش الجزء الاولاني الحته بتاعه الريبيت. تمام، عايزين نشوف بعد كده الكالكيوليشن اللي هيختلف فيها. احنا اتفقنا ان لو انا عايزه احسب الفي اوتبوت افريج هيبقى بيساوي واحد على التوتال بيريود اللي هي 2 باي على عدد السيرستور، 2 باي على 3. تمام كده، تكامل من اول الويف بدات امتى، الويف بتاعت سيرستور واحد ديت بدات امتى. احنا اتفقنا ان ال 2 باي كلها انا باخد، انا ما بعملش تكامل للجزء بتاع ال 2 باي كله، لا انا عندي هنا الويف ديت هي نفسها الويف دي هي نفسها الويف دي، فهعمل تكامل لواحده فيهم واضربها في 3. تمام، يبقى هعمل تكامل للحته بتاعت الويف بتاعت سيرستور واحد ديت، هبدا ان انا اعمل لها تكامل بس واضربها في 3. تمام، اللي هي انا قلت، مش انا قلنا في الاول واحد على 2 باي على 3 اللي هي 3 على 2 باي، يعني اكني عملت تكامل الجزء دوت في ال 2 باي كلها وضربتها في 3، يبقى معنى كده ان انا عملت تكامل للجزء بتاع ال 2 باي كله، الشكل بتاع الويف كلها. تمام، فالحته ديت كده بادئه من اول فين ومنتهيه لحد فين؟ والله هي بادئه من اول الفا زائد باي على 6. تمام، زي المره اللي فاتت، باي على 6 اللي هو الجزء ده والفا اللي هي الجزء ده. طيب منتهيه فين؟ لو انت شايف كده، بص كده على الويف فورم هتلاقيه منتهيه عند الباي. تمام، مش منتهيه عند 5 باي على 6 زائد الفا زي المره اللي فاتت. تمام، يبقى لما يكون الفا اكبر من او يساوي 30 درجه حدود التكامل هتبقى من اول باي على 6 زائد الفا لحد الباي، تكامل ايه؟ بكامل ايه؟ الفي ماكسيمم، الفي فيز ماكسيمم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، ما تنساش ان دي في فيز ماكسيمم مش في لاين. تمام كده، هيبقى بعد كده اعمل التكامل 3 في فيز ماكسيمم على 2 باي، تكامل الساين سالب كوزين عوض بحدود التكامل، هيطلع لك ان الفي اوتبوت افريج بتساوي ايه؟ بتساوي 3 في فيز ماكسيمم على 2 باي في 1 زائد كوزين باي على 6 زائد الفا. تمام كده، لو عايز احسب الاي اوتبوت افريج هيبقى بيساوي الفي اوتبوت افريج على قيمه الريزيستنس، وعايز احسب الفي اوتبوت افريج هي نفس شكل الفي اوتبوت افريج نفس حدود التكامل، بس هبدا ان انا احط الكلام ده كله تحت الجذر واربع المعادله بتاعه الفولت اللي هي بعمل لها تكامل، وابدا ان انا امشي الديريفيجن زي المره اللي فاتت بالظبط، الفرق بس في حدود التكامل. بعد كده لو عايز احسب الاي اوتبوت روت مين سكوير هي بيساوي الفي اوتبوت روت مين سكوير في قيمه الريزيستنس، ولو عايز اشوف الباور اوتبوت افريج هي بيساوي الاي اوتبوت روت مين سكوير تربيع في قيمه الريزيستنس، ولو عايز احسب الباور فاكتور نفس الكلام برضو، الباور اوتبوت افريج على 3 الفي فيز روت مين سكوير
اي فيز واتنين سكوير. في فيز روت مين سكوير جبتها منين؟ اللي هي في فيز ماكسيمم على جذر اتنين. طب اي فيز روت مين سكوير لازم احسبها زي ما حسبتها المره اللي فاتت. هي نفسها برضو زي المره اللي فاتت، بس الفرق هنا ان حدود التكامل بس هتتغير، بدل ما كانت 5 باي على 6 زائد الفا دلوقتي هتبقى لغايه باي بس. تمام، يبقى 1 على 2 باي تكامل باي على 6 زائد الفا لحد الباي في فيز ماكسيمم ساين اوميجا تي على الريزيستنس الكل تربيع، ونكمل التكامل هيطلع لي شكل المعادله بالشكل الكبير ده. تمام، خلينا ناخد مساله كده على الفا تبقى بتساوي 30 درجه. المساله اللي موجوده في السلايد بتاعه الدكتور، اولا بيقول لك كونفرتر سيركت شون، دول كونفرتر سيركت والريزيستنس واللود دوت عباره عن بيور ريزيستنس يعني ريزيستيف لود. تمام، ال VA اللي هي جذر 2 V ساين اوميجا تي، ال V مديها لك ب 120 درجة، ومدي لك برضو المعادلة بتاعت ال VB، ومدي لك نفس المعادلة بتاعت ال VC. وبعد كده بيقول لك resistive load ال R بتاعته ب 10 اوم، والالفا بتساوي 30 درجة. بيقول لي سكتش ال VA وال VB وال VC اللي هو 3 فيز اللي انا برسمهم. وبعد كده رسم لي التيار بتاع سيرستور 1 وسيرستور 2، او بص سيرستور 1 وسيرستور 2 واي سي. التيار بتاع الفاز سي مش هو التيار بتاع سيرستور 3، هو بدل ما يقول لك ارسم لي التيار بتاع سيرستور 1 وسيرستور 2 وسيرستور 3، ممكن يقول لك ارسم لي التيار بتاع الفاز ايه والفاز بي والفاز سي. طب ما هي هي. بعد كده احسب لي الاي اوتبوت افريج والروت مين سكوير بتاع الاوتبوت فولتج. اول حاجه ارسم الفي اي، وبعد كده ارسم الفي بي معاها، ترسم الثلاثه فيز على نفس الشكل يعني بالشكل دوت، مش كل واحده في رسمه لوحدها، في اي والفي بي والفي سي. وبعد كده عملت الريفرنس اهو بتاع سيرستور 1، الريفرنس بتاع سيرستور 2، الريفرنس بتاع سيرستور 3، وبدات ان انا اكرر. وبعد كده اداني الفا بتساوي 30 درجه، عديت من بعد الريفرنس بتاع سيرستور 1 الفا الفا هنا الفا 1، وبعد كده الفا 2 والفا 3 والفا 1 والفا 2 والفا 3 وهكذا. تمام، بعد كده قال لي ارسمي لي الاي اوتبوت افريج، عايز ارسمي لي سوري الفي اوتبوت، عايز ارسم الفي اوتبوت من اول النقطه دي. اهوت الفي اوتبوت هيبقى بيساوي ايه؟ سيرستور 1 شغال، يبقى الفي اوتبوت بيساوي الفي اي، هيفضل بيساوي الفي اي لحد امتى؟ والله لحد يا اما الموجه النيجاتيف تيجي، لا اما يجي فايرنج سيرستور، اهو وصلت لهنا جه سيرستور، فالفي بي هيبقى بيساوي الفي اوتبوت هيبقى بيساوي الفي بي لحد ما سيرستور 3 يشتغل، الفي اوتبوت هيبقى بيساوي الفي سي. هو نفس اللي انا مشيت عليه دوت، هو نفس اللي انا رسمها هنا. عايز ترسمها على الفيس فولتج ترسمها، عايز ترسمها لوحدها كده ارسمها. بعد كده بعد ما رسمت الفي اوتبوت عايزه ارسم التيار، هو نفس شكل الفولت بس بامبليتيود اقل. عايز ارسم التيار بتاع سيرستور 1، هي نفس شكل الاي اوت بس في الفتره بس اللي موجود فيها سيرستور 1. بص هنا لو خدت بالك، اهو انا رسمت لك هنا الفي اوت على الرسمه، بص كده واضح يعني. اول ما ابص للرسمه اشوف ان هو الدوائر ديت اللي انا رسمها ديت هي عباره عن الفي اوت، تأشر عليها كده ان دي عباره عن الفي اوت. نرجع بقى التيار بتاع سيرستور 1، سيرستور 1 شغال في الفتره ديت اللي هو في الجزء ده، سيرستور 2 يبقى شغال امتى في الفتره ديت، سيرستور 3 هيبقى شغال امتى في الفتره دي، وتنساش الجزء اللي في الاول دوت. وبعد كده تبدا انت تعمل ايه؟ تعمل الكالكيوليشن. دي الحاله بتاعه لما الفا تكون اكبر من او يساوي 30 درجه. فنقول لو عايز احسب الفي اوتبوت افريج هتبقى بتساوي 1 على توتال بيريود اللي هي 2 باي على عدد سيرستور يعني 3 سيرستور، يبقى 1 على 2 باي على 3 تكامل من اول الفا زائد 30 درجه اللي هي باي على 6 لحد باي. دي الحاله الثانيه. تمام كده، بنقف في حدود التكامل لحد باي في فيز ماكسيمم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، وببدا ان انا اعمل التكامل هيطلع لي في الاخر 3 على 2 باي في فيز ماكسيمم 1 زائد كوزاين الفا زائد باي على 6. تمام، بعد كده هنعوض بقى. لو عايز اجيب الفي فيز ماكسيمم اللي هي مديهولك جذر 2 في في اي اللي هي 120 درجه، يبقى جذر 2 في 120 ومدي لك الالفا ب 30 درجه. ما تنساش ان انت الالفا جوه الكوزاين، لو انت مع عامل الاله
بالديجري، يبقى لازم تعوض الفا بالديجري وباي على 6 بالديجري برضو. لو انت عامل الاله راديان يبقى تعوض بالفا ديت راديان اللي هي باي على 6 وتحط هنا باي على 6. لو الفا اصلا بره الكوزين يبقى لازم تعوض عليها راديان، ما ينفعش تعوض عليها ديجري. تمام، يبقى 3 على 2 باي في جذر 2 120 في 120 في 1 زائد كوزين 60 هيطلع لك ب 121.5 فولت. عايز تحسب الاي اوت افريج هتبقى بتساوي الفي اوت افريج على الريزيستنس اللي هي 12.15 امبير. لو عايز تحسب الفي اوت افريج هيبقى هي دي معادله الفي اوت افريج او الفي اوت روت مين سكوير سوري 3 على 4 باي في فيز ماكسيمم تربيع 5 باي على 6 ناقص الفا زائد ساين 2 المفروض فيه هنا 2 ب 60 على ال 2. معلش راجعوا بقى الناتج دوت لان المفروض هنا في 2 هنا. تمام، كل دوت تحت الجذر، ما تنساش تحت الجذر. تمام، لو انت لاحظت هنا عوضت بالفا هنا بره التكام بره الكوزين او الساين عوضتها بالراديان، و5 باي على 6 برضه عوضتها بالراديان، هتجيب الفولت. اتاكد بقى من الناتج اللي موجود دوت. تمام، يبقى احنا كده شفنا الفا لما تكون بتساوي 30 درجه. طب عايزين نشوف لو انا زودت الفا عن 30 درجه ايه اللي هيحصل بشكل الفولت، ويعني ايه الكلام اللي هو كاتبه هنا اللي هو continuous operation وcritical continuous وcontinuous. عايزين نشوف الكلام دوت ايه هو معناه. تمام، نشوف الفا لما احنا خدنا الفا لما بتساوي 30 درجه. عايزين نشوف الفا بتساوي 180 على 3 اللي هي بكام 60 درجة. الفا ديت ب 60 درجة، يعني الفا اكبر من 30 درجة. اكبر من 30 درجة بقى مش هتفرق، تكون ب 60 تكون ب 180 تكون ب 120. هنا رسم لك كذا حالة اهو، رسم لك 3 حالات عشان يوريك بس ايه الفرق. الفا هنا هاخدها اول حاجة الفا ب 60 درجة. طيب الفا لما تكون بتساوي 60 درجة ايه اللي هيتغير؟ اولا دي الريفرنس بتاع الفا واحد، هعد بعدها 60 درجة يبقى دوت الفا واحد. تمام كده، بعد كده الريفرنس بتاع سيرستو الاتنين اعد بعديه 60 درجة يبقى دوت الالفا اتنين، وبعد كده ده الريفرنس بتاع الفا تلاتة اعد بعديه 60 درجة يبقى ده كده الفا تلاتة. تمام، يبقى انا كده رسمت الالفا واحد والالفا اتنين والالفا تلاتة وهكذا. تمام كده، طيب الفا واحد لما يبقى شغال، الفا واحد لما يبقى سيرستور واحد سوري لما يبقى شغال يبقى الفي اوت بيساوي الفي اي ان، هيفضل بيساوي الفي اي ان لحد احنا اتفقنا حاجه من الاثنين يحصلوا، لا اما يجي فايرنج انجل سيرستور تاني او ابدا في نص الموجه النيجاتيف بتاعه الفيز اللي انا شغال عليها، فبالتالي سيرستور واحد دوت هيبدا ان هو يفصل. وفضلت ماشيه الفي اوت بيساوي الفي اي ان لحد ما وصلت عند النقطه دي. النقطه دي هبدا بعد كده نص الموجه النيجاتيف، هل ينفع ان ثايرستور واحد يشتغل في نص الموجه النيجاتيف؟ لا ما ينفعش، لان ساعتها الفي انود هيبقى شايف نيجاتيف والفي كاثود هيبقى شايف بوزيتيف، البولاريتي ريفرسد على ثايرستور واحد، بالتالي ثايرستور واحد مش هينفع ان هو يبقى شغال. يبقى كده خلينا يبقى من اول هنا كده الحته ديت الجزء دوت سيرستور واحد هيبدا ان هو يفصل. هل جه فايرنج انجل سيرستور اتنين؟ لا لسه ما جاش، ده لسه في جزء وبعد كده يجي الفايرنج انجل بتاع سيرستور اتنين. طب هل سيرستور تلاته اشتغل؟ لا برده ما جاش فايرنج سيرستور تلاته، فبالتالي الفي اوتبوت لا سيرستور واحد شغال ولا سيرستور اتنين شغال ولا سيرستور تلاته شغال، يبقى بالتالي الفي اوتبوت هيبقى بيساوي زيرو، مش هيبقى فيه في اوتبوت على الريزيستنس، هيفضل بيساوي يفضل بيساوي زيرو لغايه امتى؟ لحد بقى ما يجي فايرنج انجل اي سيرستور تاني تبدا ان هي تشغل اي سيرستور تاني. جه فايرنج انجل اهوت هنا مشيت حبه في الزيرو، وبعد كده جه فايرنج انجل لسيرستور اتنين مشيت على الفي بي ان لحد ما وصلت لحد الزيرو، لسه ما كانش سيرستور تلاته جاله فايرنج فمشيت شويه في الزيرو، وبعد كده سيرستور تلاته جاله فايرنج، يبقى الفي اوت بيساوي الفي سي ان. لاحظت ايه هنا؟ لاحظت لما الفا زادت عن 30 درجه بقى في اجزاء في اوتبوت بيساوي زيرو، يعني التيار هنا مش هيبقى كونتينيوس. لو انت شايف هنا اهو التيار هيبقى بيساوي الفي اوتبوت على الريزيستنس. تمام كده، هو نفس شكل الفولت بس بامبليتيود اقل. يبقى هنا شكل التيار هنا اهو، بص لو انت شفت التيار ديسكونتينيوس، يعني التيار مش مستمر مش موجود على طول على اطراف اللود، يعني اللود مش واصل له تيار على طول. تمام، وده اللي بيحصل لما الفا تكبر اكبر من 30 درجه. تمام، طيب خلينا نشوف الفا لما تبقى بتساوي 90 درجه ايه اللي هيحصل.
والله انا متوقع ان الفا لما تبقى ب 90 درجه الفتره اللي فيها الفي اوت بزيرو هتكبر، تمام كده؟ يبقى الفا هنا ب 90 درجه، هو من الريفرنس بتاع الفا واحد بدات اعد 90 درجه، يبقى رسمت الريفرنس بتاع الفا واحد والريفرنس بتاع الفا اتنين، بدات اعد الفا ب 90 90 درجه ورسمت الالفا اتنين، الخط بتاع الفا اتنين، وبعد كده الريفرنس بتاع الفا تلاته بدات اعد بعديه 90 درجة، وبدأت أرسم الريفرنس يعني الويف بتاعة الشكل بتاع ألفا تلاتة، وبعد كده ألفا واحد، بعدها هيبدأ ثيرستور واحد بدأ ان هو يشتغل، يبقى الفي اوت بيساوي الفي ان. الفي ان فين؟ اهو الفي ان هنا، يبقى الفي اوت بيساوي الفي ان لحد امتى؟ لحد ما يجي عند الجزء النيجاتيف. يجي عند الجزء النيجاتيف مش هينفع ان هو يمشي في الجزء النيجاتيف، فثيرستور واحد هيبدأ ان هو يفصل، ثيرستور اتنين وثيرستور التلاتة لسه ما اشتغلوش، فالفي اوت هتبقى بتساوي زيرو لحد ما يجي فايرنج انجل لثيرستور اتنين، يبقى بيساوي الفي بي ان. الفي اوت يبقى يمشي لغاية، يمشي على الفي بي ان لحد ما يوصل للزيرو، وبعد كده يكمل في الزيرو شوية لحد ما يجي فايرنج انجل لثيرستور تلاتة. فالفترات اللي حصل الديسكونتينيوس فيها زادت، يعني التيار هنا بص الفترة بتاعته، الفترة اللي موجود فيها التيار قلت، والفترة اللي التيار فيها بيبقى زيرو زادت. طب نشوف الفا كده لما تبقى 120 درجة. والله الفا لما تبقى 120 درجة هبدأ من الريفرنس بتاع الفا واحد دوت، ماليش دعوة هيجي لي الفا واحد فين ولا هيجي لي الريفرنس فين، اهو الريفرنس اهو بتاع الفا واحد، تعد من بعد 120 درجة هيدي لك ان الفا واحد جت عند الريفرنس بتاعت الفا اتنين، مالكش دعوة عادي، ايه المشكلة؟ فده الخط بتاع الفا واحد، هو الخط بتاع الريفرنس بتاع الفا اتنين، تمام؟ وبعد كده تعد من الريفرنس بتاع الفا اتنين دوت 120 درجة، لان الفا اتنين جت عند الريفرنس بتاع الفا تلاتة، برضو عادي مالكش دعوة. وبعد كده تعد من الريفرنس بتاع الفا تلاتة 120 درجة، تلاقي ان الريفرنس بتاع الفا واحد انطبق على ايه؟ على الالفا تلاتة، تمام؟ بعد كده تشوف ده كده الخط بتاع الفا واحد، تمام؟ ده الخط بتاع الفا واحد هيبدأ بعديه ثيرستور واحد ان هو يشتغل. لما ثيرستور واحد يبدأ ان هو يشتغل يبقى ال V output بتساوي ال V in اللي هو الحتة ديت، وبعد كده جه عند الزيرو يبقى هيفضل يكمل في الزيرو لان الفا اتنين لسه ما جاتش. الفا اتنين لما تيجي يبقى ال V output هيبقى بيساوي ال V B in لحد ما ال V B in بتساوي زيرو، تدخل يعني في الجزء النيجاتيف، هيبقى الفي اوت بيساوي زيرو لحد ما الفا تلاتة تيجي، وهكذا. وتبدأ ان انت ترسم الريبيتنج دوت، نفس الفكرة ونفس كل حاجة، الفرق بس ان هنا التيار بيبقى ديسكونتينيوس، يعني مش مكمل، يعني مش موجود على طول. فده الفرق بقى، ده الحالات اللي انا قلت لك عليها. طيب يبقى الحالة بتاعت لما الفا تكون اقل من 30 درجة، اقل ما تكونش بتساوي 30 درجة، لما تكون اقل من 30 درجة ده انا بسميه continuous output current، يعني باخد continuous التيار موجود على طول على اللود، بيبقى موجود متواجد على طول، مفيش فترات التيار فيها بيساوي زيرو. بعد كده اخدنا الفا لما بتساوي 30 درجة، عرفنا ان دي الحالة بتاعت الكريتيكال continuous، حالة كريتيكال، يعني لو زودت الالفا عن 30 درجة بواحد درجة بنص درجة بأي درجة هلاقي ان التيار دوت ما بقاش كونتينيوس. والله الفا لما تبقى اكبر من 30 درجة بقى خلاص دي الحالة بتاعت الديسكونتينيوس. يعني لو قال لك في المسألة انا شغال عند كريتيكال كونتينيوس، يبقى تفهم من غير ما اقول لك الالفا بكام، تفهم ان الالفا ديت ب 30 درجة. لو قلت لك بقى ان انا شغال عند كونتينيوس او ديسكونتينيوس، يبقى لازم اديك قيمة الالفا تبقى بكام. احنا كده تقريبا نفس الكالكوليشن في كل حاجه في الحالات، اخدنا كده الحالتين اللي عندي واخدنا الكالكوليشن بتاعهم وحلينا مساله على الكريتيكال كونتينوس. المره الجايه ان شاء الله هنكمل الجزء دوت وناخد الجزء بتاع الفي انود كاثود على اطراف كل ثيرستور. اتمنى ان الجزء دوت يكون فاتكم وتقدروا ان انتوا ترسموه بايديكم. الجزء دوت بيبقى صعب شويه ان انت ترسمه بايدك اول مرة، بس لما تتعود عليه هتلاقي ايدك خدت خلاص على ان انت ترسمه. بس في الاول هتلاقي يعني كل مرة يعني اول مرة مثلا ممكن ترسم الويف في ساعة، تاني مرة ترسمها في نص ساعة، تالت مرة ترسمها في ربع ساعة، رابع مرة ترسمها في 5 دقايق، لحد ما ايدك تتعود عليها. فعشان كده لازم يبقى معاك مسطرة الرسم بتاعت الساين ويف، ترسم 3 فيز كذا مرة، علشان لو انت جيت في الامتحان رسمته تبقى اول مرة ان انت ترسمه بايديك، مش هتعرف ان انت ترسمه، وهياخد منك وقت كبير. اتمنى يكونوا استفدتوا، لو في اي سؤال تقدروا تبعته مع المندوب او المندوبة،
شكرا.